شوف يا أخ شمس الدين، أنا استمعت لردك، أرسل لي بعض واحد الأخ كان في حوالي 10 دقائق، وأنت رديت علي لما انتقدت أنا فتواك، لمن لا يعرف الموضوع، أنا انتقدت فتواك بأن قلت للجزائريين روحوا زوروا القدس، وهاجمت الناس اللي قالوا يحرم زيارة القدس ما دامها في يد الصهاينة. هاجمتهم أنت بقوة. لكن أنا حينما رديت عليك عبر موقع عربي 21، كان ردي يعني ما فيش تشنج أو فيه هجوم عليك أو أي شيء، وأنا أيضا أقدر فيك أن ردك اليوم كان معقولا، بالرغم أنك في الأخير قلت كلمتين أو ثلاثة كانت لم تكن في محلها. أنت لا تعرف نياتي حتى تقول لولا خبث نيتك. عليك أن أنت حينما تكون هذه اللحية وتكون أنك تفتي وتكون عالم، عليك أن تختار كلماتك جيدا، خاصة أنت، لأنك تلبس عباءة الدين، ومن يلبس عباءة الدين عليه أن يكون يختار الكلمات، ولأن الناس تتأثر بها. لكن شوف يا شيخ شمس الدين، أنت بكل أسف وألم خليني أقول لك بعض الحقائق ربما قالوها لكش الناس، وأقولها لك والله بصدق وبرغبة وبحب أنك تنظر فيها، يعني نصيحة. يعني كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي. شوف يا شمس الدين، قبل أن أذهب إلى قضية القدس، ما القدس، أنت الآن تفتي من خلال قناة العار، شفتني سمعتني درك وش قلت عليها، وهي قناة أموالها مشبوهة، وعلى الأرجح أنها نهبت من الخزينة العامة، صاحبها مشبوه، وها أنا أثبت لك بالدليل أنه كان جاسوسا، وعلى الأرجح ما زال، وأنت تعرف ما يجري فيها. ليش أنا حين أقول لك؟ أنت عارف الأشياء اللي تدور هناك، والفساد حتى اللي دخل القناة راك تعرفه. شوف، لماذا؟ أنا حينما سألت عليك واحد الأشخاص أثق فيهم قال لي: هذا الرجل شمس الدين بوروبة بدأ بجمعية خيرية في حي بوروبة، لكنهم أغلقوا له الجمعية، وكانت هذه الجمعية تقوم بتزويج الشباب، إعانة الفقراء ربما إلى آخره، أغلقوا له الجمعية. أنت أغلقوا لك الجمعية، جمعية خيرية بسيطة تقوم ببعض الخير، أغلقوها مثل ما أغلقوا عشرات الآلاف من الجمعيات. كيف لو كان يا شمس الدين تفكر شوية قليلا، كيف يغلقوا لك جمعية خيرية لتساعد 100 أو 200 أو 1000 شخص ويعطوك قناة لتأثر في ملايين الناس؟ كيف؟ بعد ما وضعوك في القالب الذي يريدون، وهذا القالب الذي يريدون هو قالب تهريش. أنت حولت الدين إلى تهريش، أنت فتويك فيها كلها ضحك، الناس ما يروحوش يسمعوا الفتوى، الجزائريين لما يروحوا يسمعوك باش يضحكوا، وأنا أستطيع أن أؤكد لك ذلك، وكل الناس تستطيع أن تكتب ذلك. إذن الجزائريين يذهبوا لكي يضحكوا. يعني أنت تستهزئ بالدين، تتحدث بالدين وتستهزئ لكي يضحك الآخرين، سواء فعلتها قاصدا أو غير قاصد، فأنت تعرف أن كل شيء ممكن يمر إلا الاستهزاء بالدين لا يمر، الضحك بالدين لا يمر. الدين شيء مقدس، وأخطر شيء وأهم شيء عند الناس هي العقائد، حتى العقائد غير صحيحة. يعني كنت تروح عند واحد هندوسي وتسب له البقرة يقدر يقتلك، بقرة. كاين ناس تعبد في إيران كنت تروح تمسله الفار يقتلك، فما بالك ممن يعبد خالق السماوات والأرض، تحولها أنت إلى جلسة تاع ضحك واستهزاء و أنت تعرف أن هذا لا يجوز شرعا. هذه واحدة. الأمر الثاني، كيف تقبل لنفسك أن تكون في قناة عار وفساد وإجرام، وأنت تعرف ما يجري فيها، وأنت تعرف أن صاحبها فاسد، وأنت تعرف أن صاحبها مفسد، ومثلا هذا البرنامج سموه ما وراء الجدران وأنت تشارك فيه، برنامج ما وراء الجدران أكثره مفبرك،
وحتى لو كان صحيح يا شيخ شمس الدين، وأنت تعرف ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف يقول: إذا بليتم فاستتروا، إذا بليتم فاستتروا. إذا واحد ارتكب جريمة، إذا واحد راح زنى، يستر نفسه لعل الله يستر عليه، ما يروحش يحدث بها الناس. مهوش واحد يحدث، يعني منع المسلم أن يتحدث في خلال مع 10 20 50. هذه القناة ترى تتحدث مع ملايين في الداخل وفي الخارج، بمعنى أنها تقوم بنشر الفساد وتعميمه بشكل مرعب، وأنت تساهم في ذلك، لأن الناس تصبح بالنسبة إليهم إذا عمت هانت. حينما تجلس مع ناس كاذبين كذابين جايبين قصص مختلقة، وتجي واحدة تقول أنا زنى بي خالي وفعل بي خالي وكذا وكذا وكذا، حتى لو كانت القصة صحيحة، حينما تقوم هذه القناة بنشرها وأنت بتزكيتها وبالحديث فيها واواوا، فأنت تنشر من حيث شعرت أو لا تشعر الفساد في الجزائر بدل من أن تحاربه. لكن صاحب القناة لديه استراتيجية، وللأسف ليست حتى هو اللي وضح، أعطيت له هذه الاستراتيجية لتدمير المجتمع الجزائري، وتشارك فيها جهات في الداخل والخارج، أو شاركت فيها. فأنت إذن يجيبوك كشاهد، يحطوك في الصورة كديكور للشيخ لكي تفتي في هذه الأشياء، وأنت لست ربما بغير شعور منك على الأرجح أنك تقوم بتعميم الفساد. جابوا واحدة يقولوا حملت من خوها، الأخرى كانت متزوجة من 4 رجال. أغلب هذه القصص كاذبة، ليست صحيحة، أغلبها كاذبة. وحتى حينما تكون صحيحة لا يجوز نشرها لا منطقا ولا عقلا ولا شرعا، لأنها ستعم في البلاد، والناس كلهم راح يقولوا إذا كان واحد زنى بأخته فاللي يزني ببنت الجار أقل، إذا كان واحد زنى ببنت أخته ولا بنت أخوه فاللي يزني ببنت صاحبه أقل. إذن أنت راك تهين في الموضوع، تجعله هين، فاحذر من هذا الموضوع. بما أننا تحدثنا، الأمر الثالث، على قضية القدس، ما القدس؟ شوف، أنا أعرف أن قضية الفتوى في القدس فيها آراء، فيها من يقول يجب زيارة القدس وعدم تركها للصهاينة، وهكذا نكثر وكذا وكذا وكذا، وأن المسلمين لا يتخلون عنها. وانت رحت قلت لو كان كنا في الجزائر الناس ما يجوش لفرنسا لأن فرنسا حاكمتنا. لا، الفرق ما بين الجزائر والقدس فرق. القدس مكان مقدس للمسلمين، الجزائر أرض مسلمين لكن ليست مقدسة للمسلمين أو أي أرض أخرى ما عدا مكة والمدينة. يعني المقدس عند المسلمين هو مكة، المدينة، القدس. فأنت بدل أن تدافع على فتواك وتقول لا لأن فيه أكثر من رأي، أنت ما جبتش أكثر من رأي، جبت رأي واحد وهو رأيك ودفعت عليه. طيب، أنا أقول لك باللي فيه أكثر من رأي، لكن أنا حينما انتقدتك انتقدت التوقيت أساسا. كان ممكن تقول أن فيه آراء وأن تختلف مع الرأي القائل بعدم جواز الزيارة، ولكن في التوقيت تحذر. أنت قلت أنه أنك أنت لا تنظر إلى السياسة حينما تفتي، هذه كارثة. أنك لا تنظر إلى السياسة حينما تفتي، هذه كارثة. المفتي راه يوقع بسم الله، يعني هو يتحدث ويقول للناس، للأتباع، للمؤمنين، ما هو حلال وما هو حرام، ما يجوز وما لا يجوز في دينهم، في دنياهم وفي دينهم. إذن يجب أن يكون مطلع. والعلماء قالوا على أن المفتي ومن يفتي يجب أن يكون مطلع على ما يدور حوله، زمانه، مكانه، الماضي، المحيط، السياسة، التجارة، يجب أن يكون منخرط في قلب الواقع. حينما تقول أن أنت لم تعرف أن في عهدة خامسة، وأنك أن ما عندكش موضوع تطبيع، ما التطبيع؟
لماذا اختاروا لك أن تتحدث الآن في قضية القدس ولم يختاروها قبل سنتين أو ثلاثة مثلا؟ لأن يا شيخ شمس الدين اللي وضع لك السؤال كان يريدك ويعرف ما تقول ويريدك أن تقوله. وزيادة على ذلك، هل تعرف يا شيخ شمس الدين أن عبد العزيز بوتفليقة في تقريبا أول خروج للخارج ذهب إلى جنازة الحسن الثاني، ذهب إلى جنازة الحسن الثاني في جويلية 99، هل تعرف من قابل هناك؟ هل تعرف من؟ ربما لا تعرف، أذكرك إذا كنت لا تعرف. قابل من بين الذين قابلهم يهود باراك. وهل تعرف من هو يهود باراك؟ كان رئيس وزراء ما يسمى بإسرائيل، قاتل الفلسطينيين، وله كتابات يتبجح فيها كيف كان يقتل. عندما ذهب له عبد العزيز بوتفليقة قال له بلغة إنجليزية ركيكة، والفيديو موجود وقد نرسله لك. How we can help you، كيف يمكن أن نساعدكم أو نساعدك، كيف يمكن أن نساعدكم، كيف لبوتفليقة ممكن أن يساعد القاتل يهود باراك؟ يومها وقالها بلغة ركيكة إنجليزية، وزير خارجية لمدة أكثر من 14 سنة لم يتعلم 10 كلمات بالإنجليزية، قالها بلغة ركيكة بهدلنا يعني. يومها سألت أحد الذين كانوا في الوفد، وكان لا زال مقربا مني أو أني مقرب منه، صديق، قلت ما الذي يجعل رئيسكم، ما الذي ضربه على رأسه حتى يذهب ليضع يده في يد القاتل يهود باراك ويطلب منه كيف يساعده، يعرض عليه كيف يساعده؟ قال لي والله يا أخويا شوف، قال لي والله غير المعلم الكبير. قلت له شكون هذا المعلم الكبير، شكون؟ قال لي الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي كلينتون أرسلنا رسالة مع السفير الأمريكي في الجزائر، إذا أردتم دعم أمريكا يا بوتفليقة، إذا أردت دعم أمريكا فعليك بالتقرب من الإسرائيليين. تقرب من الإسرائيليين، مفتاح تقرب من أمريكا هو القرب من إسرائيل. ولذلك ذهب بوتفليقة وقع والتقى إسرائيليين ولوبي صهيوني في أمريكا وفي فرنسا وفي سويسرا، ثم أرسل وفدا، ثم أرسل وفدا قادت خالد مسعودي، يومها كانت مازالت تدعي أنها صحفية، إلى تل أبيب، وجاءت وكتبت عن إسرائيل وعن 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 وعن، حتى كادت أن تقول أن إحنا القبائل إحنا واليهود كيف كيف، خداعا ومكرا. وبعدها بسنة أو سنتين عينها بوتفليقة وزيرة، وزيرة للثقافة، هدمت لها ما بقي من ثقافة، دمرتها. إذن وأشياء أخرى، هل تعرف أن القايد صالح جلس عدة مرات تقريبا إلى جنب السفير الإسرائيلي وكان يقهقه معه؟ كان بيناتهم فقط السفير المصري في الجلسة الرسمية. نستطيع أن نبعث لك الصور، ونستطيع أن نبعث لك أشياء كثيرة وكثيرة، هذا الذي عرفناه وما لا نعرفه أكثر بكثير. إذن يا شيخ شمس الدين، لا، أنت لا تعذر بجهلك، إذا كنت تفتي فعليك أن تفهم السياسة وتفهم الواقع وتفهم المنطق وتفهم ما يجري، ولا تقول لا دخل في السياسة. العلمانية المتطرفة هي التي لا تتدخل في السياسة. إذن عليك أن تفهم هذا جيدا حين تفتي. لا أريد أن أطيل معك، ما زال لدي في نفسي أنك رجل قد تكون فيك خير، وأدعو الله أن يكون فيك خير، فلم أريد أن أغلط لك الكلام، بل تبعت معك خطاب وقولوا للناس حسنا. ما زال أعتقد
أن فيك خير، فمن فضلك حينما تفتي عليك أن تتعلم، وعندما تجهل عليك أن تفهم وتتعلم. وأنصحك أخي شمس الدين أن تغادر قناة العار هذه، أنصحك ولعلها نصيحة تنفعك في الدنيا قبل الآخرة، وما عند الله خير الأبرار. حياكم الله إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.